جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كنت في السجدتين الأخيرتين في صلاة فريضة أو نافلة وأطلت السجود، وعندما رفعت رأسي من السجود نسيت أو شكيت أني سجدت سجدة واحدة أم سجدتين، فماذا يكون علي في هذه الحالة؟ هل آتي بسجدة أم أسجد سجدتين بالسهو؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. إذا شككت هل سجدت سجدتين أو سجدة واحدة فإنك تبني على اليقين، تجعلها سجدة واحدة وتأتي بثانية، ثم عند السلام تسجد بالسهو، تأتي بسجدة ثانية تبني على اليقين، تأتي بسجدة ثانية وعند السلام تسجد سجدتين للسهو أو بعد السلام. نعم.